تفضل جنبي. ريهام شايفة الكرسي الأصفر اللي هني؟ بدي اياكي تروحي وتعدي عليه لو سمحتي. مو حابة أقعد جنبك. ليش؟ مشان ثيابك حلوين كتير، ما فيهم شي، كتير حلوين. يلا بدي يزبط عيار الإضاءة، يلا لو سمحتي. ناطرينك، يلا رح أقعد لأنه أنا هيك بدي. افتح عدسة، يلا ايه افتح افتح أكتر، ايه هيك منيح. قعدة الصبية، هلأ فينا نبلش. قرب أكتر أكتر، خفف الإضاءة شوي، ايه خفف الإضاءة شوي، تمام. 85 لفوق بعد إذنك، يلي لابس أزرق بعد من قدام الكاميرا، عم نظبط اللقطة، طلع من الكادر. ريهام بتقدري ترجعي ظهرك لورا شوي؟ اثبتي ريهام، شكله بيعرف. رجعي مثل ما كنتي لنشوف، جلسي. اطلعي على جنب شوي، يسار ولا يمين؟ على اليمين. يلا لا لا، خلينا على الجهة الثانية، هيك أحسن. ارفعي راسك وخدي على اليمين أكتر أكتر أكتر، ايه. ارجعي مرة تانية سندي ظهرك لأنه مو ظابطة هيك. طيب فيك تزمي شفافك شوي على بعضه، زميون 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 زميون، أوكي. لا لا بلاها، خلص رجعيهم مثل ما هنن أحسن. ابتسمي شوي هلا، طلعي لفوق وانت عم تبتسمي، ابتسمي شوي كمان، ايه أكتر، ممتاز. طيب. هيك بس ثانية، جيبوا لي شاي بالبابونج لطاهر بيك على السريع، يلا شاي بالبابونج لطاهر بيك لأنه توتر. قربي شوي قربي شوي، وعلى مهلك وانت مبتسمة قربي شوي شوي، برافو، طلعي مقابيلك وهلأ ابتسمي، خليك مثل ما انت، لا تتحركي. تمام، رائع، خالصين، مشي الحال؟ ايه الوضع هيك منيح، فينا نبلش. ايه جان، اذا منيح بالنسبة لك فمنيح إلي كمان. وهلأ روحي إلي للصبية شان تقوموا هيك؟ خليها قاعدة لبين ما يبلش التصوير، منتأكد من الإضاءة، خليها قاعدة معلش، ما بتعرف شو بصير مزبوط؟ ايه خليها، خلينا نروح نشوف الممثلين ونرجع، تمام؟ طيب يلا. لو تجي لك هبلة، شو عم تساوي هون؟ عم قلت بعد جيجي امشي. لك قومي فضحتينا، لو تقرب شبكي، قومي، شو عم تساوي؟ عم ظبط عيار الإضاءة، ما فيني اتحرك هلا. شو صاير لك كأنه أخذ حقنة بوتوكس؟ قومي يلا، لك تزبطت الإضاءة بلا جنانك، قومي تحركي يلا. لك شو هالحكي؟ تعالي تعالي، شو عم يتسلى فيني؟ التصوير رح يبدأ. لا تدعسي على الكابلات، ديري بالي. انت اللي دعست. ما دعست ما دعست. يا ويلي رح موت من الرعب. توتري روقي. توترت وانا عم اقول لك لا تتوتري. تمام تمام، يلا رح تنجحي. يلا شباب خلونا نبلش. ارخي اعصابك لوريس، خليكي طبيعيه، انت قدها. الكل صاروا جاهزين هلأ؟ ثلاثة رح يبلشوا، اثنين واحد أكشن. تبي؟ أسفة. وقفوا وقفوا، شو هاد؟ رشفة إيدها للصبية، يلا لشوف عيدوا من الأول. مو مشكلة، بتصير محلولة. ما بعرف شو بني، عم أرجف عادي. تخيلي عم تقدمي قهوة لرفيقك. شوفي لا تتوتري، عادي الموضوع. طبعا اهدي شوي لوريس روقي، شو رأيك باختيارك العظيم؟ عم بحكي عن لوريس وحكي موجه لإلك انت، حمستي ولكي هالوضع اللي حطيتينا فيه. خلاص دارين، مو وقتها، بكفي. عأساس انا ما بعرف موظفيني منيح. ثلاثة اثنين واحد اكشن. لا يلا إعادة. شفتي هو خربط، أنا ما دخلي. عفواً أستاذ، أنا آسف كتير. أنت ما غلطتي، ولك شوفي ما بيعرف يمثل، هو كب العصير على حاله. شايفة بيجيبوا أي واحد وبيحطوه قدام الكاميرا. عن جد بدلوا له القميص دارين.
ريهام ممكن تجي لعندي شوي؟ حاضر يا خانو. نعم دارين خانو. ريهام بتخليه فورا يلبس القميص يلي انا اخترته، يلا على السريع. اي دارين خانو. ما هيك؟ ومعك حق. برايي اذا بدنا نقول لوكيشن بيكون احسن. طيب خلونا نرجع نبلش، لا ايدين ترجف ولا عصير ينكب، يلا. لا ننجح هالمرة. واحد اكشن. وقف تصوير. ما دخلك، هو اللي ما بيعرف يمثل نهائيا. ما بدي اتدخل بشغلكم، بس لازم يشرب العصير وهو مبسوط. يا ريت تقولوا له يبتسم شوي. معه حق، شو نساوي؟ يلا روحي خبري لو سمحتي. ماشي فورا. خليه يبتسم وقت يشرب. ايه جيجي تفضلي. بتقول للممثل ينبسط وقت يشرب العصير. امرك. بس لو سمحت وقت تشرب العصير كون مبسوط مشان نسوق للمنتج، مو صح تعبس بوشك وقت تشرب، هيك بتضرب الشركة، بيقولوا العصير هاد ما بينشرب بعدين، ما بيصير. ما تنسى إنه دافعين لك مصاري مشان تمثل، ما هيك؟ لو سمحت انبسط، اشرب وورجيني الابتسامة. ايه وخليه بإصبعته يأشر على اسم الماركة، أو يمسك القنينة من زاوية تكون واضحة. لا، حركة إيده صح، أصلاً اسم الماركة كتير واضح. أنت هيك بتشوفي ألين خانو؟ ايه والله هيك شايفة. وبصراحة أنا ما كتير انتبهت، بس والله الفكرة اللي قلتيها حلوة، صراحة ما خطر لي هذا التفصيل، نظرتك للقطة كتير حلوة. إيه بس رح تكون هيك الحركة كتير غريبة يا أستاذ. بس ثانية دارين، خلينا نتفق. هي ماركة عضوية، ما عم نبيع منتج عادي نحن، يعني ما في داعي نخلي الزبون يشوف الماركة بحركات غريبة، ما بتطلع الفكرة حلوة، خلونا نجدد شوي. إيه جامبيك، بس زبوننا عم بيقول. برأيي الزبون متفق معي ألين. ليكو يا جماعة، أنا برأيي جامبيك بيعرف شو عم يعمل. إيه صح. طبعاً. طيب خلاص، اللي بتقوله موافقين عليه. شكراً كتير لك. ما تغير شيء يا شباب، ارجعوا لأماكنكم لنبلش يلا. الشغلات اللي ما بتفهمي فيها تركيها علينا، أوكي؟ أنا شريكة مع وكالتكم بهالإعلان دارين، خليكي بحالك. هلأ المهم ما صار إلا اللي بدنا إياه. إيه ما تغير شيء، خلونا نرجع نبلش تصوير يلا. خلونا هالمرة نطلع الإعلان بجنن، نشرب ونحن مبتسمين، تمام؟ يلا شباب رح نبدأ العد. 3، 2، 1 تصوير. تفضل. وقف تصوير، ما زبطت، رح نرجع نعيد. يا الله ما مشي حاله، الشاي معه لساته متوتر. هالرجال محترف بس كمان على طول بيضل معصب. تفضل. يلا رجعوا استعدوا. شكراً. رح نرجع نبلش من الأول. الكل جاهز؟ حلو الإعلان. هاي رفيقتي اللي عم تتصور. لوريس كتير حلوة، بس مشكلتها بتحب تنقل حكي دائماً، بس بحبها لها البنت، ما أحلاها. برأيي هالشاب ما بيعرف يمثل، تاخد لك حبة؟ لا شكراً إليك. ها شوفي كيف مثلت، شوفي ما أشترى. اطلعوا عليها لرفيقتي، عن جد مو حلوة هالبنت. يا عمري يا لوريس شو حلوة. ريهام، ريهام تعي تعي لهون وتركي الزباين، ما بصير هيك. تعي لهون لعنا، إذا بدك تحضري احضري على هي الشاشة. عفوا ممكن تبعدي لها لو سمحتي؟ بس أنا ما بصير هون الزباين وقاعدة عم تاكلي فوق راسي. مو بدك تحضري هون أحسن لك. ما عم أفهم عليك. قوي حالك. طيب يلا خلونا نبدأ. 3، 2، 1 أكشن. شو صار لك أنت؟ لك شو صار له هاد؟ هات القنينة. ليكي على هالحركات. وقف التصوير. جيجي لك انت شو عم تعمل؟ شبه. فكر حالك بوفيه مفتوح. انا جيجي امشي. عرفت كيف؟ لازم تشرب وتبتسم مثلي، كنت عم علمه. انت استاذ، انت شو عم تخبي؟ هيك لازم يعمل. يلا
كان في تصوير. طيب ما كنت عارفان. جان بيك أنا بعتذر، آسف كثير. المسكين تلبك وما عرف شو يتصرف. تعال. المهم أنت ما تتأثري، تمام؟ وكملي مثل ما أنت. تصوير. الكفتة استويت. بعد لا. مين بيكون؟ ليك يا عثمان، عمل كفتة من جنة. مين هالمجنون؟ دوقيها. يلا لا تشتغلي بلا أكل، يلا كلي. دوقي هالكفتة قديشها طيبة. عنا بوفيه مفتوح والأكل بجنن. حاسس حالي قاعد بسير. وقف التصوير. لك العمى شو عاملين موقع التصوير اللي بتشاي نحن؟ لك بعد شو هالعملة هي؟ يلا سحبولي إياها بعد من وشي سيارة. وقف أستاذ، هدي حالك. إلع. أنت ما عم تفهم؟ العفو منكم، بالبوفيه المفتوح في كل شيء. نقلع من وشي. امشي على الكفتة كمان. يا جماعة ما في وقت. جيجي مين هالمجنون؟ دارين خانم لو سمحتي اهدي شوي. أنا ما بعرفه بالمرة. ولك ما حدا محترم التصوير؟ استرخي.